فيما يحتفل العالم بالذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمر اليمنيون في أسوأ حالة لتدهور حقوقهم بعد عامين من سلطة الميليشيا. في مثل هذا اليوم من العام 1948 اتحدت الإنسانية لتضع حداً بين الماضي والمستقبل. يومها جاء الإعلان ليذكر بأن الاعتراف بالحقوق المتساوية الثابتة لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولكن بعد 68 عاماً يجد اليمنيون أنفسهم في مواجهة واحدة من أسوأ الارتدادات التي يمكن أن يعيشها شعب وأمة. في المادة الأولى يقرر الإعلان أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، لكن الميليشيا لها رأي آخر، إذ أن قانونها الذي تسنده البندقية لا يرى ذلك، ويعده انتهاكاً لحق الميليشيا في السلطة بالاستناد إلى دعاوى تفترض أن هناك فئة من الناس خلقت لتكون سيدة على ما سواها. يقرر الإعلان أيضاً أن لكل فرد حقاً في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، ولكن من أين يأتي كل هذا في زمن الميليشيا، وهي التي قامت على النقيض من كل ذلك، محولة البلد إلى سجن كبير يسحق أبنائه بطرق تتفنن الميليشيا كل يوم في ابتكارها. وبالمناسبة أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بياناً قالت فيه إنه منذ بدء النزاع في شهر يوليو 2014 قوضت كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعطلت الحياة العامة والخاصة، وتحول أكثر من 3 ملايين يمني لنازحين بسبب الحرب، وأصبح أكثر من 65% من السكان تحت خط الفقر، فيما يختفي آلاف المحتجزين في ظلمات سجون الميليشيا غير القانونية، فضلاً عن آلاف القتلى والجرحى الذين ذهبوا ضحية حروب الميليشيا والتي لا تبدو مكترثة بأي من نتائجها.